أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا مرسل من الطائف علي، بل علي أحمد، له سؤالان. يقول في أولهما: سمعت في شريط عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الإسراء والمعراج كلم الله عز وجل، وكان قريبا منه قرب الحاجبين من بعضهما، فهل هذا صحيح وما الدليل؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أما تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فهو ثابت، لكنه من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله كلم رسوله ليلة المعراج لكنه من وراء حجاب سبحانه وتعالى. ونعم، قال: فهل هناك من دليل؟ يقول: هل كان قريبا من قرب الحاجبين؟ وأما القرب قرب الحاجبين فهذا لا أعرف له أصلا، هذا لا أعرف له أصلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم عرج به فوق السماوات إلى أن وقف في موقف يسمع فيه صريف الأقلام، يسمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ أقلام القضاء والقدر. نعم. قال: وهل من دليل على ذلك؟ هذا الذي ذكرنا. نعم.